بالتوفيق الكلية إن شاء الله وتكمل قريباً. شفناها النهارده طبعاً كله أنا بصراحة كل الرجل بالكرامة مش عارف أخد الفرح الإعلام خالص. وقابلت الكرة النهارده في كل مكان كلهم قاعدين يرجعوا. ده كان لهم ضرب النافع ما حدش عارف اللي حصل ده اللي حصل ده كل الطلبة والأساتذة واللي كانوا هناك لما ترجع المكان ده حسوا بالمكان اللي هم فيه. إحنا عندنا على الجمهور المبدئيين وقابلنا الراجل اللي معاه المهندس المسؤول وشغالين طبعا وقت تسليم الجديد وزير الامن ووزير البحث قلت له احنا ما عندناش دعوه بالخلاص قال لي يعني عشان الامتحانات هي خساره شهر شهر يعني انا قلت له على الاقل على خمسه ان شاء الله باذن الله خلصنا الامتحانات ان شاء الله ده يعني خطر جدا وراح في حاجة احسن ان شاء الله قريب جدا نعتمد مدير الزراعه فيها ناس فاهمه كتير جدا في الجوده يعني الدكتور خالد الدكتور عبد العال الباقي كله شغالين زي الفل دول انهم مساعدين اخويا جدا في الدكتور خالد بقى كان فارق كرسي بقى اقول له قلت له عشان كده